ما في زين. انا مشكلتي يا جماعه بسمعوني، مو انا اللي ماخذ القرض، ولا شفت الفلوس بعيني، ولا شفت الفلوس بعيني، ولا ادري، وعندي شهود قبل لا يتوفى قال ان زوجتي ما تدري بالفلوس. طيب انا شنو ذنبي؟ زين علي سجن وعندي هالقصه، زين شنو وانا اروح تقولون الوعد قدام؟ الوعد قدام حق هالناس، الوعد قدام. مستمرين احنا في الحمله، مستمرين. زين وانا السجن؟ زين احنا عفوا وانا والسجن، احنا قاعد نتكلم على حملتنا يا اخي. خلاص عيل انا اشوف طريقي، انا اشوف طريقي، احرق روحي قدام. لا 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 طيب 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 شو اسوي؟ شو اسوي؟ الله بالسماء وفي السماء رزقكم وما توعدون، وفي السماء رزقكم وما توعدون. قالت لي ما اتصلوا فيك، ما حد اتصل فيك، اعطيني رقمك، اعطيني رقمك. طيب بس ما في خير، ما في خير.